مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم بقوم بتحضير فطائر البيضة التركية، أتمنى أن تنال إعجابكم. هذه هي مكونات العجينة وبتكون كلها مكتوبة بصندوق الوصف. أولا أضع الماء الدافئ وملعقة كبيرة من السكر والخميرة الفورية، وأقوم بخفقهم بمضرب اليدوي مع بعض، ومن ثم أضع بياض بيضة واحدة، ونحتفظ بالصفار على جنب علشان ندهن فيه سطح البيضة، وأضيف كمان الزيت وأقلب حليب الباودر، وأضع كل كمية الطحين والملح وأبدأ بالعجن. رشيت شوية من الطحين لأني لاحظت أن العجينة ما زالت رطبة، ولكن مع رشة الطحين أتماسكت، لأنه في دقيق عن دقيق يختلف لدرجة امتصاصه للسوائل. لميت العجينة ودهنتها بالزيت وغطيتها بالنايلون، ومن ثم بصحن وضعت جانب لترتاح. استخدم جبن القشقوان، قرص دائري يبتاع في المحلات التركية، أبشره وأضعه جانبا علشان تجهيز الحشوة. هذه هي المكونات التي بقوم بوضعها على سطح الفطائر. يمكنكم عمل أي شيء تفضلوه. بعد مرور ساعة على اختمار العجينة، أقوم بتقسيمها إلى 8 قطع متساوية وأرشهم بالطحين. أرش طحين على سطح العمل وأقوم بفرد أول قطعة كما هو موضح بالفيديو، ومن ثم أنقلها على صحن الفرن المغطى بورق الزبدة، وأقوم بوضع الحشوة على سطحها. أبدأ بقفل العجينة من الأطراف جيدا كما هو موضح بالفيديو.
لدهن سطح الفطائر استخدم صفار البيضة مع ملعقة كبيرة من الحليب ونصف ملعقة من الخل، وأدهن كما تلاحظون بالفيديو سطح الفطائر. أدخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 200 من أعلى وأسفل في الرف الوسط، وتأخذ معنا بحدود 35 دقيقة. والآن صارت جاهزة، خرجت من الفرن وأقطعها وأقدمها. تقدم كوجبة في الصباح أو المساء، وبالعافية.